السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم درت واحد الكيكه اللي فيها التفاح معسل من الداخل. قبل ما ندير الكيكه غادي نعسل التفاح. عندي هنا جوج تفاحات كبار مقشرين ومقطعين على هذا الشكل، معلقه كبيره اونص ديال الزبده، معلقه صغيره ديال فاني، نص معلقه صغيره ديال القرفه، وثلاثة د المعالق ديال سنيده. كناخذ المقله، كندير الزبده كتذوب، من بعد ما ذاب الزبده كنضيف لها سنيده ومعلقه صغيره د الفاني وكنحركهم مزيان. من بعد كنضيف نص معلقه ديال القرفه. ملي كيتجانسوا المواد غنضيف لهم التفاح وكنبقى نحرك غير بشويه. من بعد ما تعسل التفاح ووضعته في واحد الطبسيل باش يبرد، دابا غادي نبدا الكيكه ديالي. اللي غادي نحتاج ليها كاس الى ربع سنيده، كاس الى ربع ديال الزيت، كاس الى ربع ديال الحليب، ثلاثة ديال البيضات صغار، جوج صاشي ديال الفاني، وجوج ديال الخميرة، وجوج كيسان ونص ديال الدقيق. اول حاجة غادي نخلط السنيدة مع الفاني والبيض حتى كيتبدل اللون ديالهم. ودابا غنضيف الزيت والحليب والدقيق والخميره. كنجيب المول اللي ديجا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نوضع واحد الطبقه ديال الخليط، وغادي نستف عليها طبقه ديال التفاح معسل. غادي نخوي المره الثانيه طبقه ديال الخليط ونعاود عليها طبقه ديال التفاح. في الاخير كنخوي داك الخليط اللي كان بقى ليا فوق التفاح. ودابا غندخل الكيكه ديالي للفرن. كناخد العسل اللي سخنته وغندهن به الكيكه من فوق، من بعد كنرشو بالكاوكاو المطحون. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، صراحه كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تنال اعجابكم ونتمنى تجربوها. شكرا.